مجد حلقتنا يعني قد ما نحكي عنها قد ما هي كل فقرة عم تزيد وعم تحلى أكثر وأكثر. وصلنا لمستقبلك، بعرف عندك حشرية وقبل شوي عم تقول لي خليني أقوم أشوف الصورة هلا، قلت لك ما فيك تشوفها بس مبينة بشعة طبعا مبينة الصورة. بدنا نوقف الزمن على مستقبلك. جاهز؟ جاهز يلا. وقف يا زمن على مستقبل مجد المهندس. شو بيعني لك المستقبل؟ شو بتشوف؟ يعني الخوف. هي جاي أقول لك الخوف. شو يعني بتحس؟ أمني أكيد أمني كل إنسان جوا أنه يحمل المستقبل أحلى ما فيه. أخبار من مشاريع من طموحات من أحلام من أمنيات كثير جميلة تكون. بس الخوف شو أمنيتك أنت؟ الأمنية خاصة هيك بينك وبين نفسك بتغمض عيونك وبتقول لي هيدي أمنيتي. بتاريخ ولا من غير تاريخ؟ من غير تاريخ أمني. من غير تاريخ أنا والله يا وسام أتمنى إنه العراق يرجع مثل ما كان. السلام يعني إن شاء الله. وأرجع ألقى يعني أحط نفسي أنزل بالمطار ألقى العراق بلد الخير اللي ربينا بي وشفنا البيوت الحلوة وهال أدباء وهالفنانين وهالناس العاديين عايشين بسلام. أتمنى إن شاء الله يا رب. تاريخ اخترت لك إياه بالمستقبل هو 31/12/2007 ليلة رأس السنة. وين حتكون؟ شو حتكون عم تعمل؟ راح تكون غالية عندي هاي الليلة طبعا. نهاية بعد انقطاع راح أكون إن شاء الله ببيروت بلبنان بإذن الله. ببيروت؟ أي ليلة رأس السنة إن شاء الله تعالى. وين حفلتك حتكون؟ حتكون بالفينيسيا مع حبيبة قلبي الفنان الرائع نانسي عجرم إن شاء الله. يعني كتار من الفنانين بهالأوضاع شوي عم بيجربوا يظهروا من لبنان ويعملوا حفلتهم برات لبنان. أنت اخترت تجي على لبنان، شو هالسر؟ لأن هو في كثير أسرار. أولا أنا كثير أسرار؟ معنا الوقت كيف افتح قلبك. لا أولا أنا بيني وبين بيروت قصة عشق طويلة. أنا عاشق بيروت، عاشق الصمود في بيروت، يعني كل ما بهذا البلد أعتبره جميل. وهذا اللي كنا نحكي عنه بداية الحلقة، أنا أعتبر الفن رسالة. اليوم كل الناس تلقاهم طالعين من لبنان، لازم اليوم نوقف لجانب لبنان. الظروف هاي اللي جاي نشوفها اللي نسمع عنهم احنا الفرقاء والسياسيين اتمنى من كل قلبي وكان أمنية كثير ناس كثير عرب انه لبنان الجميل لبنان السلام يرجع مثل ما كان ويرجع الأمان به. طبعا في أغنية لألك عملتها عن لبنان اي اسمها صباح الخير يا لبنان يا لبنان. فيك تسمعني مقطع صغير كمان منها؟ أيه يعني طبعاً. أنا عم كون هلأ كثير لا لا بس عبالي اسمع منك مقطع صغير. صباح الخير يا لبنان، مساء الموت يا بيروت، نشوف أشياء بتوجعنا وتجرح في مواجعنا ونبكي من مدامعنا على صرخة طفل بيموت. صباح الخير يا لبنان، مساء الموت يا بيروت. إن شاء الله دايما صباحنا ومساءنا بيضلوا خير يا رب. إن شاء الله لكل وطننا العربي وكل الوطن فلسطين العربي وبيروت والعراق، إن شاء الله يحمي كل أمتنا العربية إن شاء الله. حضرنا لك روبورتاج عن الناس كيف بتشوفك بعد 30 سنة، كيف تتخيلك؟ خلينا نشوف انا وياك الروبورتاج. كله عم بيساوي ان كان رجال ولا نسوان، كله عم بيظبط اموره. تصور ايه في كثير فنانين رجال كبار وبعدهم كانهم صغار هلا. ببين الكبر عليه بس بيضل محافظ على شبابيته لسن 60 سنه، يعني بضل يحاول يعتني بحاله ويظبط وضعه، بعدين بس لما بده يكبر على الاخر خلص معناته ما عادش في مجال. يعني بتخيلوا بعد 30 سنه اكيد رح يتغير، انا كمان حاتغير. بتخيلوا حيتبشع يعني منه ما حيضل حلو يعني.
يعني بتخيل يكبر يكون عنده شوية شيبة، بس شيبته هيبة يعني أنا بيعجبني حلو. يكون محافظ على شكله. بالستين بضل منيح وجهه، خاصة إذا كان بشرته رقيقة، ما بيجعد، صعب يجعد. بينما الناصح اللي بيجعد، بس هو رقيق بضل إذا محافظ على بضل مثل ما هو تقريبا. بتصور إنه بيكبر شوي، إنه بس ما ببين كثير عليه تجاعيد لأن وشه معبى. بعتقد إنه بيكون هارر شعره ولحيته بيضة وكتافه ضعاف شوي، تعبين. بعد 30 سنة أكيد حيجعد شوي، بعتقد. ما بعتقد بيصلي، إذا صلي بيزرع شعر يعني. وجهه هو ذاته بس بيضل يتعب الوجه، بيصير اللون وجه غير شكل، العينين كل شيء أكيد، الرقبة بعد بس يصير بالستين 70 سنة أكيد بتغير كثير، إن شاء الله بيضل وإن شاء الله عمر طويل ويطلع وهو شاب حلو. ماجد بتنزعج من اللي بيقولوه الناس؟ بالعكس. بتتقبله بكل رحابة صدر؟ طبعًا. نحن حضرنا لك صورة على الفوتوشوب وكبرناك 30 سنة لقدام. يا ريت ما تفرجوها لي وحدي بس. أوكي. بس لألك، فيك تروح تشوفها إذا حبيتها بتفرجيها للناس، إذا أوكي. ما حبيتها بتحتفظ فيها لألك. والله؟ إيه. أوكي. يلا تفضل. بدي أطلب منك تجيب الصورة عمر معروف. بس ما تفرجيها لو سمحت. لا مش ساعات تفرجيها طبعا. هاي الصورة وسام. حلوة كثير. حلوة طبعا اكيد. عبالك تفرجيها للكاميرا الصورة؟ لا ما عبالك تفرجيها؟ لا خلي. عارف ليش؟ ليش؟ هاي اللي قبل شوي كنا نحكي عنها، انانية الفنان. الفنان دائما يحب يكون يطلع حلو غير الناس. يعني انت حلو بسم الله عليك. الله يسلمك. بس الصورة مش حلوة. الصورة مش حلوة. خلينا نشوف يمكن يمكن هون بتبطل توصل حالك لهالمرحلة. مش عارف خلص. يمكن بيصير عندك هدف.